براثن الذين قتلوا الأطفال أمس في بشاور أيها الإخوة، 140 طفلاً. قلنا لكم 100 مرة، والله لا يبحث هؤلاء عن الله، والله الذي نعبده ونحن في مسجده لا يبحثون عن الله ولا عما يرضي الله ولا عن شرع الله. أقسم بالله إنهم لا يبحثون إلا عما يتكيف من دين الله بقراءتهم لدين الله مع نفوسهم الحقود الملتاثة المغتاظة الغاضبة، يريدون أن ينفسوا عن غضب عن حقد عن غيظ باسم الله وباسم كتاب الله وباسم دين الله. ولذلك يقرؤون النص، يقرؤون كتاب الله قراءة ملعونة، ويقول لك ما في عندي أي مشكلة، الله تبارك وتعالى جوز لي هذا الفعل. وأولادهم يا رسول الله، قال هم منهم. ما شاء الله، هم منهم. لو أخذنا بهذا الحديث وما أرانا نأخذ به ولا بأمثاله، لأن بين أيدينا كتابا كريما معصوم متواتر معجز لا إله إلا الله سبحانه من أنزله، ولا نأخذ بهذه الأحاد التي تضرب على أخلاقية الإسلام، تضرب على إنسانية كتاب الله، على رحمانية هذا الشرع الكريم بأحاديث أحاد لا ندري ما هي أيها الإخوة. ثم هم يتجاوزون فجوة الأحادية هذه لكي يقيسوا قياسا مع فارق عظيم، الحديث على فرض صحته ولا يصح، وما ينبغي له على فرض صحته ورد في قوم من مشركين محاربين بادئين بالعدوان. وسنضطر أن نرد على أنفسنا هكذا، ولكن أنت الآن تنزل الحديث على قوم مسلمين بينك وبينهم فتنة وبغي، يبغي بعضكم على بعض تستبيح أطفالهم تماما كما استبيحوا الأطفال في الجزائر قبل ذلك، كما استبيحوا أعني الأطفال في الجزائر قبل ذلك أيام فتنة الجزائر الدموية، أيام العشرية الدموية، وبفتاوى قرأناها والله هنا في النمسا. أقسم بالله أنا كنت حديث عهد بالنمسا في شهور الأولى، توزع على أمام أبواب المساجد فتاوى. طبعا ما شاء الله، ما شاء الله على أمة محمد، أمة الآن تديرها الفتاوى هذه، هذه لا يديرها لا عقل ولا إدارة ولا زعامة ولا قيادة ولا فلسفة ولا رؤية، تديرها الفتاوى. ولا كثر الله من أصحاب الفتاوى، من صناع الفتاوى. أحمد شوقي يقول يوما: إذا كثر الشعراء فلا شعر، إذا كثرت الفتوى لا فتوى، إذا كثر المتمشيخون لا مشيخة. طبعا سؤال بالمناسبة، لماذا يكثر هؤلاء المفتون، هؤلاء المتمشيخون، لماذا وما ينبغي أن يكثروا؟ كما لاحظ الألباء من قديم أيها الإخوة، مفتن واحد يكفي مدينة كاملة مثلا أو قرية على الأقل. لماذا في القرية 100 مفتن؟ لماذا في الحارة 10 مساجد و50 مفتن؟ ما الذي يحصل؟ يحصل أننا لا نريد الفتوى، نحن لا نريد الدين، لا نريد الحق، نحن نريد ما يتكيف مع أهوائنا، هذا لا يعجبنا، يذهب إلى الجحيم، هذا فقيه سلطة، هذا جاهل، هذا باع نفسه، هذا اشترى نفسه، لا نريده، هذا من حزب ثاني، من طائفة ثانية، وهذا أيضا نصف نصف، لا نريده، أي هذا يتكيف، تعال أنت شيخنا. وما شاء الله، وكثرة المشائخ وكثرة الرايات السود، رايات السود التي سودت حياتنا وعصرنا وديننا. طبعا من هنا يكثر هؤلاء، لماذا؟ وهم يلعبون يضربون والعياذ بالله أيها الإخوة على هذا الوتر الملعون، يخلون الناس. ما في مشكلة، أنا أريد أن أنصب نفسي زعيما، هلم أيها الناس، هلم أيها القوم إلي ولدي ما تحبون وتشتهون، كفتاهم بالقتل بالتكفير بالتفريق بالتأليب بالتحريش بين المسلمين، بتحريش المسلمين غير المسلمين، ما في أي مشكلة. كل ما طبعا ليس كل الناس يريدون هذا، لكن بعض الناس وهو يعلم هذا سيصبحون جماعته ويصبحون نبيهم الكذاب، يصبح هو مسيلمتهم الكذاب. وكم من مسيلم اليوم بين ظهرانينا، كم من مسيلم اليوم بين ظهرانينا. فأقول لكم بهذا السبب وبأشكاله وأمثاله صار الشباب والشواب مغرمين أو كالمغرمين بالإلحاد ووعد الإلحاد. يقول لك الإلحاد سيكون أكثر أخلاقية، كلا، انتبهوا، كلا. هتلر لم يكن رجلا موحدا ولا رجلا قلبه وعينه على الدين، ولا جوزيف ستالين طبعا، ولا موسوليني ولا فرانكو، هؤلاء لم يكونوا متدينين أيها الإخوة بأي معنى من معاني التدين. وانظروا ماذا فعلوا بالبشرية،
ماذا فعلوا بقاراتهم، بأقوامهم، بأهل دينهم، بأهل جغرافيتهم؟